وصلنا لفقرة كتير حلوة زينب اللي بتخص الطفولة، عالم الطفولة اللي عم يشهد معاناة من نوع آخر مع الحجر المنزلي اللي عم تتجلى بسلوكيات يومية وأيضا زيادة في معدل العنف. للحديث بشكل موسع عن هالموضوع وكيف نقدر نهيئ أطفالنا للفترة الصيفية، أسئلة بنطرحها على رينا أيوب، استشارية الطفولة مبكرة واختصاصية رياض أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رينا. يعني اجت اوقات الحظر مع العطله والامهات بالبيت وصار في تغيير كثير بسلوك الاطفال، في امهات كثير عم تلاقي صعوبه بالتعامل مع اطفالها، فخلينا نحكي اليوم كيف ممكن نتعامل مع تغيير سلوك الاطفال وخاصه بالظروف اللي عم نمر فيها. يسعد صباحكم. اهم شيء الطفل يكون سلوكه سوي ببيئه سويه، اذا كان الاهالي قدرانين يستوعبوا الظرف اللي احنا كان الغامض اللي كنا عم نمر فيه، اكيد راح يكون سلوك اطفالنا كثير متاقلم مع الظروف الحاليه. طبعا كثير مهم التربيه الايجابيه بهذا الوقت، كل العلماء ناشدت بهذا بالظروف او بالسلام النفسي للاطفال ضمن الازمات اللي ممكن يتعرض لها الطفل، كانت ازمات داخليه او خارجيه. التربية الإيجابية نادى فيها الفرويد، هو حكى أنه أكثر أهم الأهداف الإنسانية اللي ممكن تنمي الإنسان كطفل لحتى يصير شخصية بناءة هو تأثيره بالبيئة المحيطة فيه وشعوره بالانتماء بهاي البيئة وتأثر فيها وتتأثر فيه. كثير بدنا نكون شوي حريصين على كيف بدنا شوي نتأقلم مع الأطفال، نبعد شوي عن التربية ونبعد شوي عن الرعاية، لأنه نحن ضمن ظرف طارئ. نعم. الأهل مع الأطفال طول النهار بالبيت والأطفال مع بعضهم كمستويات عمرية كمان كانوا طول النهار بالبيت، صار في شوية مشاحنات، صار في تعب وإرهاق جسدي ونفسي على الأطفال من قبل سماعهم الأحاديث يلي كانت تصير بيننا أو بالأخبار أو بين الراشدين الكبار، من الخوف من الانتقال هاي العدوى أو كيف لازم نحن نداري كنا الوضع. كان شوي عم بيميلوا الأهالي شوي لأضطهاد نفسيتهم، نسينا أنه هذا الطفل كتير حساس، نسينا أنه هذا الطفل كتير عنده شعور بالذنب أنه هو يرتكب أي معصية ما يقدر أنه يجاوب فيها مع إيجابيات الأهالي. ما كان الظرف يسمح لنا شوي نحط أولويات للأطفال أو اهتماميات ورعاية، لأنه كنا كلنا فايتين بدوامة الخوف نوعا ما والرعاية الزايدة للأطفال. لا هلق الحمد لله صار شوي أهدى الموضوع. نعم. صرنا شوي نفكر أنه خصوصا أنه نحن نبارك لجميع الأطفال، طبعا هم بيستحقوا هذا النجاح اللي صار من وزارة التربية، شكر وزير التربية لأنه ضمن هاي الظروف في كثير علقت على الموضوع، في كثير علقت على الموضوع بشكل سلبي وفي كثير كانت بشكل إيجابي، لكن كفكرة أنه هو بالنهاية طفل وبالظروف اللي مر فيها كحظر أكيد ما عاد رح يقدر يسترجع أي معلومة كانت قديمة، فهن بالنهاية موفقين بهذا النجاح إن شاء الله يا رب السنوات الجاية بتكون أحسن لإلهم. لكن نحن شوي نهيئهم هلق، أنا كتير بس شوي بدقق على الأهالي اللي دائما ورقة وقلم، العلم مو ورقة وقلم، خصوصا إذا نحن بدنا نغير سلوك لطفل، خليه يتعلم وهو عم يلعب، يتعلم وهو عم يناقش، يتعلم وهو عم يحضر شيء مفيد، يتعلم وهو عم يقرأ قصة، يتعلم وهو عم يحضر مسرحية، نحن خلينا بس شوي نوسع مدارك الطفل إنه العلم مو شرط كتاب وورقة وقلم وامتحان، بالعكس. وأنا بقول للأهالي حيوهم أو شجعون على هذا النجاح حتى لو ما قدموا امتحانات، بهاي الظروف بكفي نفسيتهم انه هن يفرحوا بهذا النجاح، هذا لحاله بيعطيهم حافز لبعدين. صحيح. يعني رينا مثل ما ذكرتي يمكن هذا الشيء بيكون دافع للسنين الجايه ل يعني مضاعفه الجهود، وخاصه هيدا مسؤوليه تلقى على عاتق الامهات وايضا الاباء. رينا بفتره الحجر المنزلي ومثل ما بنعرف انه الاب ما كان دائما متواجد بالبيت، و يعني صار هو اكتشف أولاده. الام تماما صار يكتشف اولاده، منهم يلي بيتحملوا الوضع نوعا ما ومنهم يلي زاد عندهم العصبيه، توتروا انه كيف متحملتك امك طول هالفتره، يمكن حسوا بهذا الشيء. قديش كان مهم انه يكون في لو وقت معين هيك كرسوا الأب. وايضا لابنه، ما شرط يعني هيدا الفتره اللي يتعرف على ابنه يعني. بهاي الوضع عن جد كتير احتجنا انه نحن نعرف قديش مهم الوقت والاب والام يكونوا متواجدين بالبيت، لانه لو ما اجت هاي الظروف اللي ممكن تكون شوي غيرت شوي من روتين الحياه اليوميه للاهالي كلها، لكن نحن كلنا كنا بحاجه لها، خصوصا نحن الامهات العاملات او الاباء يلي بيطلعوا من الصبح ما بيرجعوا للمساء، بيرجعوا تعبانين، الاولاد بيكونوا شوي بدهم يناموا بدهم يروحوا ثاني يوم على المدرسه، كان
رغم كل المشاحنات والغضب اللي كان يصير، لكن هاي الفتره كانت رائعه لحتى هن يصير في هذا التواصل الروحي بين الاباء والاهالي، لحتى يصير في هذا الاندماج العائلي بين الام والطفل. نحن كتربويين كثير من يعني انا كثير بفتخر بمقالي حكتها الكاتبه جان نيلسون، بتقول انه اي سلوك سوي للطفل هو بناقصه تشجيع. يعني اذا سلوك الطفل كان في اي شيء هو كان بينقصه تشجيع، فالتشجيع مستحيل يكون من البيئة الخارجية أكثر من البيئة الداخلية. أو نحن بنحكي إنه المؤسسة الأولى هي الطفل، للطفل هي الأب والأم، فإذا ما هن كانوا داعمين أي مؤسسة خارجية ما بتقدر تدعم هذا الطفل. نعم. رينا خلينا نحكي شوي عن بعض هيك النصائح اللي بتحبي توجهيها للأهالي بالتعامل مع أطفالهم. نعرف هلأ ما في طلعات، ما في فوتات، في كثير انشطه يمكن محرومين منها الاولاد. البدائل لازم الاهل يكون عندهم اياها للتعامل معهم، ما يعصبوا كثير عليهم، يستوعبوهم شوي او يخرطوهم مثل ما بنقول بالنشاطات البيتيه حتى. تماما. نحن كاستشاريين تربويين كثير عم يجينا حالات انه طفلي مثلا صار له شهر بالبيت فبلش يفوت بحاله الاكتئاب، صار ما عاد بده العابه، مل من الروتين اليومي اللي هو عم يشوفه كل يوم، متعود يشوف الناس، متعود يشوف رفقاته. نحن بس بنطلب من الاهالي غيروا من الالعاب، اي نشاط بالبيت، اي شيء بالبيت تقدري تعملي له منه لعبه. حاولوا بلشوا العبوا مع اطفالكم العاب الشطرنج اللي بتنمي ذكاء لانه بتساعد على توسيع القدرات العقليه. حاولوا شوي يلعبوا مع اطفالكم ألعاب المنبلي اللي كنا نلعبها قبل. أي لعبة ممكن تخترعها الأم، مش شرط نضلنا ماشيين بوتيرة الألعاب النموذجية اللي نحن لازم تكون موجودة بالبيت. وتلعب مواقع التواصل. تمام. خلينا نلعب نحن والأولاد، خلينا نضحك، حتى لو بدنا نلعب تخباي، نلعب طمامة، نلعب بالفرشات، نلعب بأي لعبة، بس هي تثير له إحساسه للطفل. أنا بقول دائما كمان إنه نحن دائما نبعد عن العقاب ونحط العوقبة، هي من أهم مظاهر الحل لمشكلات كتير، إنه نحن إذا تصرفنا هذا التصرف ممكن نوصل لنتيجة سيئة. أبدا ما نحط عقاب وعنف وضرب أو هذا الصراخ اللي ممكن إنه من كثر الضجيج اللي عم بصير بالنهار ممكن الأهالي شوي يدوجوا على أطفالهم. كتير نبلش فتنا بنشاطات صيفية أو بنادي صيفي، صرنا شهرين معطلين، بكفي عم ننام على راحتنا ونفيق على راحتنا، شوي نحاول نرجع نعمل الضوابط اللي كنا نعملها، ننام بوقت معين، نفطر بوقت معين، نتغدى بوقت معين، بس لهن بحاجة بين فترة وفترة يرجعوا للروتين لحتى بكرة بس ترجع المدارس ما يحسوا إنه في فارق شاسع بين الصيف والشتاء. يعني يا طول الحديث رينا معك، ودائما حيكون لنا وقفات ثانيه مع حضرتك. يعني هيك كلمه اخيره بتحبي توجهيها قبل الشكر لكل اللي عم بيتابعك عبر شاشه الاخباريه السوريه؟ اطفالنا هن سلاحنا بهالحياه، هن ابناء المستقبل، بس نحن شوي نكون رايقين معهم. ظروف الحياه كانت شوي صعبه على الكبار قبل الصغار، نحاول ننسى موضوع الفيروس، خلص انتهينا ان شاء الله منه، ما عاد نضلنا نذكره للاطفال لانه هن صاروا يرسموه بشكل بعبع بالنسبه لهم. نحاول نلطف الاشياء انه بالفيروس الكورونا كان في لمه، كان في قاعده حلوه، كان في نشاطات بيتيه، شوي نقلب الموضوع بشكل ايجابي قديش اعطانا فوائد ايجابيه. الحمد لله، والله يحمي كل شبابنا ويحمي كل اطفالنا. آمين. ونرجع مثل ما كنا واكثر. امين. شكرا لك يا رينا على كل المعلومات اللي اعطيتينا. شكرا لك، ان شاء الله يكون الكل استفاد منها. شكرا لك، يعطيكم العافيه.